سعيد حروزة رئيس جماعة سي الطيبي حاليا انتخبت اليوم. بطبيعة الحال مسؤولية جسيمة جدا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظن الساكنة، وعاد نقول بسم الله، وغتكون هناك دراسات وغتكون هناك تشاورات، وغنساهموا بالدور ديالنا مع السلطات المحلية والإقليمية في إطار التنمية ديال هذه الجامعة. شكرا. مبروك، حنا بغينا غير نخدم البلاد، ما بغيناش هذه البلاد اللي غادي يغش فيها، لا بغينا الناس اللي يخدموا ينهضوا ويكافحوا. قاد بالمسؤوليه، قاد بها بزاف، ماشي عنده جرأه وعنده فكره وعنده مفتوح للقرايه ومعنى، ماشي واحد يجي مع عرفت حاجه هذه لم هذه من الظالم من المظلوم، لا ما يمكنش. لا هذا الدراري كنشجعوه وكنأيدوه وبغيناه. شنو هما المشاكل عندكم هنا بغيتو تحلوها؟ المشاكل كلها سيدي، كاين اللي خدا حقه وكاين اللي ما خداش حقه، كاين اللي عنده 80 عام ما استافدش، كاين اللي عنده ما استافدش في الارض ديالو، خذوها له، خذوا اللي باني واللي بقات الشيطان خذوها له، كاين اللي عطاوه المقابل في الارض البقاعي، كاين اللي ما عطاوش كاع مره ضايع قدموه. هذاك الشيء كان فيها، كانت فيها خشونه مع الرئاسه اللي فاتت، الناس اللي كانوا دوزوا الرئاسه هذه شحال كانت عندهم خشونه، اللي بغات يعطيه اللي مابغاش ما يعطيهش، هذا هو الهدف ديال هذه الرئاسه. وحنا بغينا هذا السبيل اللي يخدموا بالجد ماشي بالغش. حنا بغينا هاد الناس اللي هنا، هاد الرئيس الاهل دابا مبروك، بغيناه زعما يخدم بجدية مع الناس. اي واحد يخدم معاه، عندك ديالك يعطيك، ما عندكش ما يعطيكش، ماشي عندك وتوقف على موظف ما يسوش الورقه، توقف على هذا ما يعطيكش ورقه حتى الغدا حتى البغدا، واش بنادم سالي وقلت له شغلك خذيه. الناس ما كيضربوا زيت، ما كيضربوا طحين، تيطلب عليه وريقاتو يجي ياخذهم، حقه يجي يوقف ياخذهم. كانت فاشلة الرئاسة اللي فاتت، كانت فاشلة مرة مهزومة، فاشلة مرة، ما عندهاش روح رياضية وما كاين ما يفرح والو. مش الرئيس؟ هنا الرئيس الله يخليك. ايوا سجني في الحبس. علاش؟ ايوا دار خروقات. الخروقات اللي فايتة القانون، ما مشاش مع القانون. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.